مرحبا جميعا، تاتيا هاو. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مرة تانية شكرا لمتابعينا ومشاهدينا من الدول العربية، خصوصا من السعودية ومن مصر ومن العراق، لمتابعتكم ودعمكم لقناة بلال فلوكس عربي بسنغافورة. اليوم ان شاء الله راح تروحوا مع بلال بجولة على منطقة هون بسنغافورة، جزيرة سنتوسا. جزيرة سنتوسا ان شاء الله راح اخذكم على مكان اسمه هايدرو داش، عبارة عن جزيرة مائية. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تسووا لايك شير وتشغلوا نوتيفيكيشن بيل. اوكي، انا هلا عم استخدم ابلكيشن اسمه جراب اب لحتى اطلب تاكسي، نفس نظام الاوبر. التاكسي قرب ويوصل، بدي تقريبا شي نص ساعة من جامعة NTU مطرح ما انا ساكن لجزيرة سنتوسا. افتح السيارة، باب السيارة، حط السيت بيلت. يا رب، بسم الله. هلو، نحن وصلنا هلا على جزيرة سنتوسا، والحمد لله حالفنا الحظ. اليوم الجو كتير كتير رائع وشمس قوية. عادة بهذا الوقت بسنغافورة من تقريبا من شهر 4 لشهر 9 بسموه مونسون سيزون او موسم الرياح، يعني بهذا الوقت بيكون في الشتاء كتير كتير بسنغافورة. انا وبنتي هلا بطريقنا رايحين على هايدرو داش، الجزيرة المائية هون بجزيرة سنتوسا. شوف ما شاء الله في كتير كتير ناس اليوم، يوم الاحد هون بسنغافورة عطلة، وبتلاقي الناس كلها طالعة تزور اماكن هون بسنغافورة. Hello. Good afternoon. I already have a ticket. Okay. Just show us your email with the serial number and everything. Sure. Is there a line? Is there a queue? Nah, they're just hanging around here to pick themselves. You might want to approach the guys in the counter. Already شريت تذكرة الحديقة المائية هايدرو داش هون بجزيرة سنتوسا. تقريبا كلفتني 38 دولار سنغافوري، ما يعادل 515 جنيه مصري او 104 ريال سعودي، او بحدود ال 40,000 دينار عراقي. عربي؟ لا، عم قلك احكي عربي. لا، انا ما بدك. ما بدك تحكي عربي؟ اذا في حدا من المشاهدين ومتابعينا من الدول العربيه حابب يزور سنغافوره بالمستقبل، لازم تجوا على جزيره سنتوسا، خصوصا هايدرو داش. مكان كثير رائع للعائلات، وان شاء الله بيعجبكم هون هذا المكان. روعه، جمال. اوكي، نحن هلا خلصنا من الحديقه المائيه هايدرو داش، وطريقنا على مطعم عشان نتعشى. بهذا الوقت بحبكم بسنغافوره، يعني عشاء بعد شوي. بعد شوي بالفيديو رح تشوف كثير كثير في عشاء، خصوصا يعني من الساعه 5 للساعه 9 بالليل الناس بتطلع على جزيره سنتوسا، وبتلاقي في كثير كثير ناس. نحاول نلاقي مطعم نتعشى فيه، بس بهذا الوقت صعب نلاقي طاولة. ان شاء الله نلاقي طاولة. الحمد لله لقينا طاولة، وهلا بدنا نتعشى. يوم كان طويل. بس اذا عجبكم الفيديو سووا لايك كومنت وشير، وإن شاء الله بشوفكم في فيديو ثاني. بلال سنغافورة عربي بسنغافورة، بلال فلوجز، مع السلامة.